الراديو 90-90 هواها مصري. تقرير مفصل كده بيقولك ازاي تفرق بين دور البرد العادي او الانفلونزا او فيروس كورونا. في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي الواحد لو عطس او حسب اي اعراض للبرد بيقلق جدا، وده حقنا طبعا، ولكن في شوية علامات قالولنا نقدر نفرق بينها بين الانفلونزا ودور البرد العادي وفيروس كورونا. فيروس كورونا اعراضه بتظهر في فترة من يومين ل 14 يوم، الانفلونزا بتظهر خلال ساعات. من اعراض كورونا صداع شديد جدا ومستمر مش بيروح، اما الانفلونزا الصداع بيكون خفيف. من اعراض كورونا الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وده بيكون شائع في 98% من الحالات. اما في الانفلونزا بيكون ارتفاع الحرارة بمعدل اقل. الكورونا العطس والرشح نادر الحدوث بعكس الانفلونزا اللي بيكون العطس والرشح من ابرز الاعراض وبيكون بشكل متواصل. في الكورونا الكحة جافة وده شائع بنسبة 82% من الحالات، اما الكحة المصاحبة للانفلونزا بتكون مش جافة. المصاب بالكورونا بيحس بضيق شديد في التنفس وصعوبة فيه لدرجة ان الكلام بيكون صعب عليه في بعض الحالات. اما المصاب بالانفلونزا العادية ما بيكونش العرض ده عنده بالشكل ده. الالتهاب الرئوي بيحصل في الحالات المتأخرة المصابة بفيروس كورونا، أما الأنفلونزا الالتهاب الرئوي مش بيحصل غير لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة زي السكر والربو وأمراض القلب. القشعريرة هي عرض نادر الحدوث عند مصابي كورونا ولكنها ثابت الحدوث عند مصابي الأنفلونزا العادية. المصاب بكورونا بيحس بالإرهاق الشديد ولكن مش بيكون في ألم في العضلات في أغلب الحالات، على عكس الأنفلونزا اللي بيكون فيها شعور بالإرهاق خفيف مع وجود ألم في العضلات. من الأعراض اللي بتظهر على مصابي كورونا الأعراض اللي بتظهر على مصابي فيروس كورونا البعض برضو القيء والإسهال، وده مش بيحصل في الأنفلونزا العادية. هو المشكلة بس إن مفيش نسب كاملة، يعني ما تقدرش تقول برضو إن في نسب كاملة، ولكن هو اللي احنا مطلوب مننا الحرص الحرص الحرص. علشان تتجنب الإصابة بفيروس كورونا لازم تغسل إيديك وتطهرها في كل الحالات عموما، بس هقولك شوية حالات كده مطلوب غسيل الايدين بعدها فورا. العطس والكحة بعد ما تلبس الماسك وبعد ما تشيله، لما تكون بتعتني بحد مريض لازم تغسل ايديك وتطهرها كل شوية قبل تحضير الاكل وبعد ما تخلصي تحضير، قبل ما تاكل، قبل وبعد استخدام الحمام، لما تلمس اي حاجة متاحة للاستخدام المشترك بينك وبين اي حد، ودي مفيش اكتر منها. لما تحس ان ايديك يعني ساعات واحد يبص في ايديك تحسها مش نظيفة بعد التعامل مع الحيوانات. وانت راجع من الشغل لازم تعمل الخطوات اللي هقولك عليها. لو بتضطر تنزل الشغل، واكيد ناس كتير بتضطر تنزل الشغل ومش كل الناس عندها فكرة او متاح عندها القعدة في البيت، او لو مشاوير ضرورية ما ينفعش تتأجل، حاول تلتزم بالخطوات دي وانت راجع البيت علشان تتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وربنا يحفظك ويحفظ عيلتك. اقلع الحذاء بتاعك على باب البيت، بعض الخبراء بينصحوا برش الحذاء بالمطهر او الوقوف على سجادة مبللة بالمية والكلور. اقلع هدومك فورا اول ما تدخل البيت، ولازم تغسل لوحدها في درجة حرارة عالية ما تقلش عن 60 درجة. اغسل ايديك كويس بالمية والصابون لمدة من 20 ل 40 ثانية. كمان وانت اول ما ترجع من بره اغسل وشك كويس بالمية والصابون، لو متاح تاخد دش سخن بالمية والصابون يكون افضل. نظف الموبايل والمفاتيح وعقامهم كويس، تعود ان ده اللايف ستايل بتاعك في الفترة دي خلاص كلنا. والتعقيم ده يكون بالكحول او بمحلول الكلور. لو شاري حاجات من بره تخلص من الاكياس اللي كنت جايب فيها الحاجات فورا. طهر المعلبات كلها من بره كويس بمحلول الكلور او بالكحول، وهي مغلفه يعني مقفوله متقفله. الخضار والفاكهه يتغسلوا بالمايه والخل وبعدها يتم شطفهم وتجفيفهم. طبعا طول ما انت بره طهر ايديك باستخدام الكحول او الجل سانيتايزر المعقم للايدين، وتجنب لمس اي حاجه بايديك زي مقابض الابواب والشبابيك، وحاول تسيب دايما مسافه بينك وبين الناس كافيه. لسه برضو معانا في هذا التقرير الشامل فيما يخص فيروس كورونا، وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن رقم 105 والخط الساخن 15335 لتلقي الاستفسارات من الجمهور عن فيروس كورونا. الحكومة أطلقت موقع إلكتروني للتوعية بفيروس كورونا بيحتوي على مستجدات المرض في مصر وحول العالم، عدد المصابين، المتعافين، الدول اللي انتشر فيها، كل حاجة عن كورونا تقدر تاخدها من هذا الموقع www.care.gov.eg www.care.gov.eg. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أعلن عن تخصيص رقمين واتساب للإبلاغ عن أي شائعات، أو لو عايز سمعت أي حاجة وعايز تطمن من صحتها، والرقمين الواتساب شغالين طول اليوم 011-35-08-682 011-35-08-51. محافظة القاهرة خصصت أرقام للإبلاغ عن المقاهي المخالفة، القهاوي والكافيهات اللي ما بتلتزمش بقرار حظر الشيشة أو ما بتقفلش في الوقت المخصص لإغلاقهم في السابعة مساء، وكمان مراكز الدروس الخصوصية والحضانات اللي ما بتلتزمش
تلتزمش بقرار الغلق. الأرقام دي للإبلاغ عنهم في القاهرة 2391-2136-2390-7147 2390-1236. طب لو أنت من أهالي الجيزة برضو للإبلاغ عن المقاهي المخالفة أو مراكز الدروس الخصوصية أو الحضانات أو خلافه في الأرقام الآتية: الرقم 114 أو تبعت رسالة على واتساب 011-5286-034. في حالة أي وجود شكاوى متعلقة بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يتم الإبلاغ عن بواب على بوابة الشكاوى الحكومية اللي رقمها 16528 أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك عن تجربة بيستجيبوا وبيتصرفوا، فالحاجات اللي زي كده ما تسكتوش، لأن ده حقك وده حقك. المجلس القومي للمرأة أعلن عن تلقي شكاوى السيدات العاملات من الأمهات اللي بيواجهوا تعنت في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد ساعات العاملات. فتقدري تكلمي رقم شكاوى المرأة هو 15-11-5 15-11-5. ده كان يعني تقرير، يا رب يعني نكون قدرنا نوصل لكم فيه كل حاجة على قد ما نقدر. وكل يوم بيكون عندنا هذا التقرير ونشرة أخبار الصباح في صباحك ومطرحك على الراديو 90. النهاردة بتغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية أبوابها تماما للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية، وده ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. طيب كل اللي احنا بنقوله ده اللي الدولة بتعمله، كل ده اللي بنقوله اللي هي البلد بتعمله. حضرتك مطلوب منك ايه، وانت وانا مطلوب منا ايه؟ انك تحافظ على نفسك، تحافظ على اسرتك، تحافظ على اولادك، لان يعني قبل ما تحافظ على نفسك انت ممكن تكون سبب في انتشار الفيروس. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك، لان الموضوع انت مش هتقول ماشي، هتقول لي خليها على الله، كلنا مخليينها على الله، ولكن انت ممكن تعتبر نفسك في الحته دي. معلش لو انت مش اناني وانا مش اناني، لان احنا في ارواح متعلقه في ظهرنا وفي رقبتنا، ولادنا واخواتنا، دخولنا البيت احنا لو خرجنا من غير اي سبب هنكون خارجين، ممكن نجيب المرض معانا واحنا راجعين. لو خروجك ملوش لازمة ما تخرجش ارجوك، لو خروجك ملوش لازمة ما تخرجش ارجوك، لو لقيت اي محلات فتحة مخالفة للقانون ارجوك بلغ، لان ده انت مش بتحمي نفسك، انت بتحمي ناس. ممكن يعني في حد بعت بيقول لي في محلات بلاي ستيشن شغالة، بلغ ما تسكتش ما تستناش، افضل بلغ مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما يزهقوا. لو هم متكاسلين هيتحركوا، لو هم عليهم ضغط في الطلبات هيتحركوا، بس خليك ايجابي وخليك انت كمان ايجابي، ولما يبقى في حاجة سلبية ما تسكتش عليها، حافظ على نفسك، حافظ على اسرتك. من فضلك موضوع الكحول يبقى معاك، ده شيء ما بقاش رفاهية. ما الكمامة والماسكات والحاجات الواقية دي مش رفاهية، دي حاجة بقت لازم تكون في ايدينا كلنا 24 ساعة. انا ماشي في ايدي الكحول اهو 24 ساعة، خلاص بقى حاجة عادية والموضوع خلاص بقينا كلنا متبرمجين. الناس اللي ظروف شغلها احنا عمالين نقول خليك في البيت خليك في البيت، انا بقول خليك في البيت، لكن الناس اللي بتشتغل باليومية، الناس اللي رزقها باليوم، الاطباء، الناس اللي شغلها ما ينفعش فيه اجازات، مش من حقي ولا من حق اي حد ان اقولك خليك في البيت، بس هقولك حافظ على نفسك، حافظ على نفسك، حافظ على نفسك. الارشادات بتهيألي كلنا حفظناها عن ظهر قلب خلاص، وبقينا حافظين ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. فارجوك حافظ على نفسك، لان انت محافظتك على نفسك هي محافظتك على اللي حواليك، ومن ثم محافظة على البلد كلها. الناس اللي ظروفها ما تسمحش، تاني انا بقولك احنا مقدرين وكلنا عارفين ان انت ظروفك ما تسمحش بالاجازات، بس لو مثلا نقدر في شغل مثلا معين في وظيفة معينة نقسم عدد ايام الحضور، يعني هنا في الراديو زمايلنا في تقسيم ايام الحضور، في مثلا اللي يقدر يشيل حد، بحيث ان اعداد التواجد نفسها تقل. لو عندك رصيد اجازات وممكن تستغله، استغله اليومين دول، لان هقول لحضرتك حاجة، لو انت رامي اجازات على الصيف ورامي اجازات على الاعياد، احنا لو ما عدناش الأزمة دي سامحني ولا هيبقى في أجازات صيف ولا هيبقى في خروج في الصيف ولا هيبقى في أعياد ولا في رمضان ولا في أي حاجة، الأيام دي هتمر علينا بشكل وحش جدا. فلازم إحنا نتكاتف وكلنا نلتزم بالحاجات دي وبالقوانين دي وبالإرشادات دي علشان تيجي الأجازات وإنت مستقر والبلد كويسة. المؤشرات مش مطمئنة، يعني أنا مش هينفع أقول إن الدنيا تمام وفل وبيس، لا المؤشرات ما بتطمنش. وبرا إحنا شايفين إيطاليا الموضوع بقى عامل إزاي، والصين بعد ما عملت سيطرة على الفيروس رجع ظهر عندها امبارح بيقولوا حاجة 40 حالة وقد يصلوا ل50. فإحنا يعني الحل مش فظيع قوي يعني، فإحنا لازم
نحطاط اللي هيتريق عليك لو شافك معاك جل وكحول او حاجه سيبه يتريق، انت بتحافظ على نفسك. السلامات السلامات السلامات، خلاص فتره وولت وانتهت، احنا مش هنسلم على بعض بالايد تاني. سلمنا على بعض كتير، لو السلام هيجيب مرض وهيجيب موت مش هنسلم على بعض، خلاص سلمنا وحضننا وبوسنا كتير قوي زمان، نكتفي بهذا القدر. الفتره دي احنا بنحافظ على نفسنا، والله العظيم هو ده اللايف ستايل الحلو جدا، ان احنا نقلل السلامات، نلغي ده خالص. يعني ايه المشكله ان احنا نبتدي نتبع شكل جديد من الحياة وطريقة وأسلوب الحياة في الفترة دي، إن الحاجات دي كلها ممكن تنقل أمراض، الأمراض بتنتشر بكل الطرق دي، وإحنا أسلوبنا أنا آسف في النظافة، يعني أنا أتكلم عن نفسي منايل، يعني إحنا ماشي، أنا ماشي بالبركة كده، يعني إيه يا عم يلا يا عم مش عارف إيه، دلوقتي لأ ده اتغير، لكن زمان أنا ما كنتش كده، كنت سايبها كده ونقول مش هيحصل، اصل احنا معدتنا تطحن الزلط. لا احنا لا معدتنا بتطحن الزلط، ولا احنا مناعتنا رهيبه، ولا احنا اي حاجه، احنا عاديين جدا، احنا مناعتنا على قدنا جدا، احنا ظروفنا الصحيه صعبه، فاحنا لازم نحافظ على نفسنا. اعتبروها بدايه لمرحله جديده من حياتنا، وهي فعلا بدايه لمرحله جديده من حياتنا، ولما الازمه دي تعدي لازم كلنا نكون عرفنا قيمة حياتنا، وعرفنا قيمة الدنيا، وعرفنا حاجات كتير هتتغير مفاهيمها. احنا بعد ان شاء الله ما هنغير، ما هنعدي الأزمة دي، هنبتدي نفكر بقى تفكير تاني. اللي يقولك اصل الحياة ملهاش لازمة، احنا عرفنا قوي ان الحياة ليها قيمة، عرفنا قوي ان حياتنا ليها لازمة وليها قيمة، عرفنا ان انت تخلص من حياتك او تقول انا عايز اموت، الجملة دي بقت صعبة، الجملة دي فهمنا معناها، فهمنا معنى ان انت قرايبك واللي حواليك، انت قلقان ان حد من حبايبك او حد من اللي حواليك فجأة يروح منك. عرفنا قيمة حبايبنا، وعرفنا قيمة الناس اللي حوالينا، وعرفنا قيمة حياتنا، وعرفنا قيمة بلدنا، وعرفنا قيمة حاجات كتير كنا بنتعامل معها باستهتار، وانها كده كده موجودة، لا هي كده كده ما بقتش موجودة، والصحة كده كده ما بقتش موجودة. فخلوا بالكوا على نفسكوا، وياريت كلنا نلتزم بده، وننشر كل النصايح اللي الدولة بتقولها لنا، ونحي بقى خلافاتك جانبا، ونحي اختلافك مع الدولة جانبا، ونحي كل حاجة على جنب، ودلوقتي هو وقت حرب.